مشاهدينا في كل أنحاء العالم، أهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج أغابي أستراليا. مشاهدينا في كل أنحاء العالم، أهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة وخاصة جدا من برنامج أغابي أستراليا. يسعدني في هذه الحلقة أن ألتقي بأب غالي على قلوب كل شعب مدينة سيدني، جناب الأب الورع القمص فيلبس بغدادي، كاهن كنيسة القديسة العذراء مريم والقديس العظيم الأنبا بيشوي في مدينة أداليت عاصمة جنوب أستراليا. جناب الأب الورع القمص فيلبس بغدادي ولد في 8 مايو عام 1949، وتمت سيامته بيد أبينا قداسة البابا المعظم القديس الأنبا شنودة الثالث يوم 14 نوفمبر عام 1977. خدم في كنيسة القديسة العذراء في المعادي منذ عام 1977 وحتى عام 1988، حتى انتدبوا قداسة البابا شنودة الثالث للخدمة في ميلانو. خدم قدس أبونا فيلبس في ميلانو في إيطاليا حتى عام 1989، وبالتحديد في سبتمبر عام 1989 حيث انتدبه قداسة البابا شنودة الثالث للخدمة في كنيسة القديس ماري مرقس في مدينة سيدني مع المتنيح طيب الذكر نيافة الحبر الجليل الأنبا أثناسيوس أسقف بني مزار الذي كان اسمه في ذلك الوقت القمص موسى السرياني. بعد أن خدم قدس أبونا فيلبس خدمة مباركة في كنيسة القديس ماري مرقس، خدم في مركز القديس البابا شنودة الثالث في منطقة ماكواري فيلد حيث تتلمذ على يديه العشرات من الأباء الكهنة الذين أصبحوا خدام مباركين في مدينة سيدني. بعد ذلك ذهب قدس أبونا فيلبس للخدمة في مدينة أداليت وبالتحديد في يناير عام 1993. الحقيقة خدمة أبونا فيلبس في أداليت كان لها طعم ومذاق آخر، حيث افتتح قدس أبونا فيلبس بغدادي متحف لمصر الفرعونية ومصر القبطية عام 2008 بالتزامن مع احتفال المتحف القبطي بمرور 100 عام على تأسيسه. ثم بعد ذلك عام 2012 افتتح متحفا آخر للأطفال للتعريف بالحضارة المصرية والقبطية للجيل الثالث والرابع من المهاجرين المصريين. حقيقة النهاردة بيشرفني ويسعدني ويباركني أن ألتقي قدس أبونا فيلبس لنتعرف على الفكر الواعي لقدسه لذرع الهوية المصرية والقبطية في نفوس الجيلين الثالث والرابع. قدس أبونا فيلبس، سعيد أن ألتقي بقدسك وكنت متشوق لهذا اللقاء الحقيقة منذ عام 2012 منذ تأسيسك لمتحف الطفل. الحقيقة الاهتمام بالطفل القبطي المصري هو اهتمام بمستقبل الكنيسة لخمسين سنة قادمة. قبل ما ابتدي عن أتعرف على النشاطات، عايز أسأل قدسك عن النشأة. قدسك ولدت يوم 8 مايو عام 1949 ودي عشية القديس ماري مرقس وعشية عيد العذراء، ويمكن قدسك ذكرت لي أن قدسك ثمرت صلوات يمكن بعد 4 سنين من زواج الأب والأم المباركين. كلمنا عن النشأة في شبرا وكنيسة العذراء في المعادي. أول حاجة أشكرك على اللقاء ده، والحقيقة ربنا هو العامل فينا أن نريد أن نعمل أجل مسرته، وربنا
ليه خطة في حياتنا، ورحلتنا مع المسيح رحلة جميلة في حياة كل أحد. أنا اتولدت في جنب الملاك ميخائيل في شبرا، وفي سن سنتين انتقلت مع أسرتي للمعادي، وعشت في كنيسة العذراء السنين دي كلها في كنيسة ماري مرقص. كبرنا بقى باحتياجات الكنيسة وذكرياتها على مدى السنين، ومريت في الفترة دي بالانفتاح على يعني والدي والدتي، وجدي كان محب للكنيسة قوي، والد والدتي، ووالدي كان محب للكنيسة وللتعليم. اتعلمت في مدارس الرهبان في باب اللوق في القاهرة، هناك برضو أخذت البعد بتاع التكريس الكامل، لأنه كان المدرسة اسمها كوليج دي فرير، كوليج جون باتيس دو لاسال، فكان الدور الأرضي بدروم مليان كأنه داينينج روم، الدور الفوقاني مدرسة وكنيسة، وبعدين سكن الرهبان اللي جايين من مختلف أنحاء العالم. وكانوا في الفترة بتاعت نهاية اليوم الدراسي بنلم الكسر بتاعت الخبز اللي موجودة من التلامذة، ويعملوا يطبخوا ويعملوا مائدة كاملة للأطفال الشارع الهوملس. فمع نمو الواحد وعشته في الكنيسة والحياة بتاع النموذج ده، الواحد حب جدا جدا التكريس، وكنت أميل طبعا للتكريس العلماني لأنه كنيستنا ما فيهاش البعد ده واضح، لأنه أبو قميص وبنطلون له حركة أكتر في الكرازة والخدمة والاقتراب من اللبس الكهنوتي بيقيد الحركة. بس فنامينا في الجو بتاع الكنيسة وفي مدارس الأحد، كان له دور كبير قوي في حياتنا. وبعدين بعد كده بقى لما كبرنا بقى في اجتماع الشباب، كان بيجي لنا كمال حبيب أمبابيمن، وكان بيجي لنا شخصيات كتيرة، من دكتور رجاء دانيال كان بيشتغل في مستشفى بهمن، وبيجي لنا ناس كتيرة حبينا المسيح أكتر. وجت الفترة دي بقى اللي احنا اتعرفنا على أنبا شنودة أسقف التربية الكنسية، وامتدينا بقى كخدام في التربية الكنسية. أنا تأثرت كتير جدا بقى باعترافي، كان أبونا فيلوبوس في المعلاة، فيلوبوس جورجي. و الحقيقة هتكلم مع قدسك عن الشخصيات اللي أثرت في تكوين شخصية أبونا فيلوبوس الخادمة الكارزة، لكن عايز أتكلم عن اختيار قدسك يوم 14 نوفمبر عام 1977، كان تاريخ فاصل في حياة قدسك، وهو التكريس الكامل وخدمتك المباركة في كنيسة أمنا العذراء في المعادي. الحقيقة شايف روح الكرازة في قدسك من خلال وجودك في كنيسة العذراء. كنيسة العذراء ما فيش حد زائر أو حد بيزور مصر إلا وبيحرص أنه يزور منطقة المعادي لما فيها من أثار جميلة والإنجيل العائم، ويمكن قدسك ياريت نسمع قصة الإنجيل العائم دي من فمك الطاهر. شكرا. أول حاجة موضوع الرسامة جه عن طريق أبونا أنطونيوس أنبابشوي اللي هو الأنبابيمن أسقف ملوي. ما كانش فيه حد في المعادي خالص من الشباب اترسم، فقعد كل ما يقابل الشبان ويقابلني يقول ربنا بيقول من أرسل، وما حدش فيكم يجاوب على السؤال ده. فحط فينا البذرة أننا نقبل إذا ربنا دعانا لهذه الرسالة. وكنت أنا أول من الأباء الكهنة اللي اترسموا من الشباب هناك. وافتكر كنا في مرة عند أبونا مرقص يسا، بيخدم دلوقتي في كنيسة ماري جرجس في ملبورن،
كنا في عيد ميلاد وكنا حوالي 12 أو أكتر من الشباب، وبعدين كنت أنا بحكي لهم بقول لهم يعني إنه أبونا أنطونيوس الأمبابشوي أمباب يمن بيقول لنا مسيح عمال يقول من أرسل، فإحنا لازم نكون شجعان ونقول يا رب هل أرسلني؟ فكانوا بيقولوا ده كبرياء وتعالي. تخيل بعديها مش أقل من أب أسقف وسبع كهنة طلعوا من اللقاء ده من اللي كانوا موجودين يومها. لكن كنت أنا في البداية بقى في وش المدفع في الموضوع ده، بمعنى أنه هم شافوا في واحد منهم مر بإيه في الجو الكنسي، لأنه شجعهم كان برضو بيقابل نعمة المسيح في المذبح والحياة سندة ربنا، لكن بيقابل صعوبات طبعا كتيرة. فنشكر ربنا، دي حاجة. بعد الرسامة بفترة الناس ابتدوا يجوا كنيسة العذراء وهم بيعادوا على أنبا أنطونيو، يروحوا أنبا أنطونيو فكانوا يسألوا على الكتاب المقدس الطافي. قصة الكتاب المقدس الطافي أنا اترسمت 77، حصلت 12 مارس 76 1976، يعني قبل الرسامة بسنة. قبل الرسامة، ودي قصتها بسيطة خالص. إن أنا كنت ضابط احتياط وكنت بشتغل في مستشفى المعادي العسكري، وجالي واحد من أولادنا في يوم دور عليا، هو في سني وكان مر بتجربة جديدة جدا قاسية في حياته، فلها قصة طويلة يعني. فأخذ الكتاب المقدس في بيتهم ورماه جنوب كنيسة العذراء. وبعدين هو تأثر جدا ان هو مفعل هذا الانفعال، فدور عليا كصديق لي وحكى لي القصة. طيب تخاطروا يعني. بعد اسبوعين برضو قابلني في نفس المكان بالصدفة يعني بظروفها، وقال لي انا قلت لك ربنا مش هيسيبني. قلت له ليه؟ قال لي النهارده رحت الكنيسة، ف لا كان راح يوم الاحد، فقال لي ابونا بشاره فوجئت بيه بيقول ان احنا من يومين لقينا كتاب مقدس طافي عن النيل مفتوح على مبارك شعب مصر اشعياء 19. فرحت من غير خوانة اشوفه، لقيته اللي انا رميه. ربنا بيقول لي مش سايبك. اكيد. فقلت له لا مش سايبك يعني هنتقم منك، لا مش كده، ده بيقول لك انت ضيعت حياتك وربنا لأهلك، بالعكس وطيبت خاطره. يمكن القصة دي ناس كتير ما تعرفهاش قدس أبونا، وأكيد ربنا حط قدسك في طريق هذا الأخ علشان خاطر تديله أمل ورجاء. قدسك خدمت في كنيسة أمنا العذراء في المعادي لمدة 10 سنين، بعدها انتقلت إلى ميلانو سنة 88. كلمنا عن إيد ربنا اللي كانت واقفة مع قدسك، والنقلة ما بين خدمة قدسك المباركة في المعادي وميلانو. يمكن قدسك خدمت أكتر من حوالي 6 كنائس، كنت بتقضي 3 أسابيع في ميلانو وأسبوع في روما. كلمنا عن إيد ربنا اللي كانت ساندة قدسك في الفترة دي. الحقيقة أكتر حاجة لفتت نظري انه كان ساعتها في ميلانو في عده الاف، 2500 3000 شاب مقيمين في ميلانو، غالبيتهم بسبب عقد العمل وكل واحد جاي مالوش اسرته. فاستشعرت جدا بان لابد باب الكنيسه يكون مفتوح، فاخذنا اوضه في الكنيسه القديمه اللي هي الكنيسه الكاثوليكيه اديتها لنا جنب الدومو، اسمها ماري مرقص دلوقتي في ميلانو. وشجعت الشباب انه يوضبوا الكنيسه الاوضه ديت ويهيئوها لاي حد من اولادنا معدي. ففعلا كل من يمر من هناك تحت اي ظرف الى الكنيسه مفتوح يخش. وكان في دفء كبير جدا جدا عند الشباب انه يشعر انه الكنيسه امه مفتوحه له في اي وقت. وفي الغربة الإنسان لما يكون متضايق ومالوش حد وما يعرفش مكان يروحه
بيبقى عرضة لمخاطر كتير. حتى لدرجة دلوقتي في الكنيسة عندنا في أدليد تقريبا ناس كتير من شعب الكنيسة مع مفتاح الكنيسة، أي وقت عايز يخش يخش، لأنه ما بتعرفش بالذات اللي لوحده مش أسرته معاه أو مش متزوج ممكن يتعرض لإيه في يومه. فمع المفتاح يبقى عارف إن الكنيسة ممكن يقدر يخشها، يروح يقعد فيها، يقابل حد، يقعد مع المسيح هناك، يستريح في حضن ربنا، حضن مفتوح دايما. فدي أنا اختبرتها أكثر. طبعا كان في كنيسة العذراء نفس الحكاية، كنيسة العذراء كانت بتتفتح الخميس في المساء، يدوبك اجتماعات الشباب أو المعلم والسبونة والقربني والسبت وكده. فبعد الرسامة كلفت القربني وشجعته انه يفتح من 7 الصبح الى 10 بالليل، اي وقت يعدي اي حد يلاقي كنيسة مفتوحة. حاجة مختلفة لدرجة ان الكنيسة بقى فيها 24 خادم متفرغ في الكنيسة، يخدم في مكتبة، يخدم في حاجة الواحد يحب ياكل لقمة. اتعملت حضانة في الكنيسة طول السنة. العشر الاتناشر بتوع الحضانة دول في وسط الوقت بتاع الحضانة يخشوا الكنيسة يصلوا مع بعض، حتة تسبحة، حتة حاجة، ياكلوا حاجة مع بعض. فحكاية ان الكنيسة مفتوحة وقت أكتر وبالذات في المهجر ده مطلب جوهري أنا حسيت بيه بقى في إيطاليا في الوقت ده. فكنت يعني بشجع الشباب يفتح. والحقيقة ما انساش لأولادنا في إيطاليا إن أي حد من اللي بيجي من مصر كانوا القدام يستقبلوه ويدوله شغل معهم. أنا شايف الفكر الواعي لقدسك، يمكن أولاد قدسك اللي اتلمذوا على أيديك من الآباء الكهنة ماشيين بنفس المنهج هنا في مدينة سيدني، وهي إن الكنيسة تبقى مفتوحة 24 ساعة برضو للخوف من لحظة اليأس اللي بتيجي لأي إنسان فتلاقي الكنيسة فاتحة أحضانها لأولادها. قبل ما انتقل لخدمة قدسك المباركة للقارة الأسترالية، قدسك انتقلت لمدينة سيدني في سبتمبر عام 1989، يعني قبل أسابيع من الزيارة التاريخية الأولى لأبينا قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث للقارة الأسترالية. لكن قبل ما اتكلم عن الخدمة في أستراليا، عايز أسأل قدسك عن الشخصيات اللي أثرت في بناء شخصية قدسك الخادمة الكارزة. قدسك ذكرت أن نيافة الحبر الجليل المتنيح الأنبا بي من أسقف ملوي أو الأستاذ كمال حبيب. في شخصيات يمكن قدسك ذكرت أنها أثرت في خدمتك وفي أسلوب حياتك، يريد كده في عجالة تكلمنا عن هذه الشخصيات اللي كان لها الأثر الأكبر في بناء شخصية قدس أبونا فيلبس بغدادي الكارزة الخادمة. الحقيقة البابا شنودة أسقف لما كان أسقف للتربية الكنسية كان أول من أثر فينا تأثير البديع، وخلانا مشتاقين جدا جدا نخدم كنيستنا ونتمتع بيها. من طبعا كلنا عارفين طبيعته الحارة جدا، فاتمتعنا بالأبوة دي. اتمتعنا بأبوة أنبا غريغوروس، أبونا متى المسكين، أنبا رويس لما كان متياس السورياني. وكنت أول مرة أتعلم أمشي في الصحراء وأخذ خلوة،
كان لما كان أبونا متيسر يعني هربان من بابا كرولوس في لما كان أراد يرسمه أسقف. فروحت أنا وواحد من دفعتي في الجامعة دكتور رفيق أبونا أنجيلوس اللي بيخدم في أرض الجولف. رحنا وأبونا متياس قال لنا 5 الصبح تقابلونا، تقابلوني في الباب اللي على الصحراء بره. فخرجنا معاه 5 الصبح، كنا أول مرة نتعلم إزاي نقضي فترة كوايت تايم وخلوة مع في الجمل. فكان يعني ده من الشخصيات، أيضا من الشخصيات اللي أثرت في الواحد برضو. أنا قابلت الأنبا صموئيل متنيح أسقف الخدمات العامة. قابلت الدكتور عزيز سوريا العطية، شجعني جدا جدا، كان بعد رسامتي بعدة أشهر، وعملت شجعته يعمل يدينا محاضرة وقبل في كنيسة العذراء، وكانت مفتوحة لكل الناس يعني. ومن أثروا فيا بهاء رويس، مقيم في سيدني دلوقتي، أستاذ بهاء رويس، هو دكتور سلمان نسيم كان لهم دور في التركيز على الأسرة وأهمية الطفل. وأفتكر بهاء رويس في بداية خدمتي كان معايا، كنا عاملين ركن للطفل بلعب يستعيروها. ربنا يشفيه. تأثرت أيضا بدكتور سليمان نسيم، دكتور ويليام سليمان إلادة، أستاذ راغب مفتاح. ربنا كان فتح لي باب للتلمذة كمان بعد الكهنوت، يعني في الكهنوت بمنتهى البساطة، يعني أقدر أتصل بأي حد وأقول له أقدر أخد بركتك وأزورك، أزوره مرة واثنين وثلاثة وأخد خلاصة بتاعت رؤيته في الحياة في القعدة عنده في البيت بطريقة مفتوحة وكده. ف يعني قدسة كنت بتقطف ثمار فضائل من كل شخصية. عشان كده احنا قدام مجموعة من الفضائل والحكمة الحقيقة. قدسة بونا، وطبعا تأثرت بجاكي أسكوت ربنا يشفيها، جت هي وتيري أسكوت جوزها كانوا مرسلين للكرازة في الشرق الأوسط، وكان هو مهندس كباري إنجليزي وبعدين مسك مجلته هي. فهي جت حبت الكنيسة وانضمت ليها وتعمدت هي والأولاد، وبعدين بقى لما تشوفها داخل الكنيسة شايلة على ظهرها شيلة من الكتمارس العربي وكتاب التسبحة وكتب الكنيسة السنكسار، وتقرا تتعلم اثناء القداس، تقرا عربي وتتعلم قبطي عند المعلم بتاع الكنيسه. وبعدين وصلت ان هي اتعلمت من ايزاك فانوس الرسم القبطي واخذت دكتوراه. تم البابا شنو ده كان ساعتها اخذ دكتوراه في الايقونه القبطيه في 3 فوليومز. الست دي من تقريبا 82 83 كانت في كنيسه معانا، فاتعلمت عندها وعن طريقها الفايلنج سيستم والمانسلي بلانر واليرلي بلانر والحاجات دي كلها. المانجمنت. المانجمنت. فالواحد متأثر. في واحد تاني انا تأثرت بيه من غير ما اشوفه، اللي عمل مشروع الحرنيه، رمسيس ويصا واصف. تقريبا كل اولادنا اللي كانوا في كنيسه العذراء جايين بيخدموا وخلصوا جامعه، كنت بشجعهم على انهم يخدموا معانا وياخدوا مصاريف بسيطه. فجزء من تهيئتهم لهذه الرساله كنت اخدهم الحرنيه يروحوا يشوفوا الفكره التربويه دي، ان يعني رمسيس ويصا مهندس معماري، وانه بيرى انه ربنا خلق الانسان بنعمه الابداع، وانه التلقين الكتير والحفظ مش هو ده الطريق. فكان ياخد الاطفال بتوع القريه ويعلمهم ازاي يشتغل على النسيج على النول، وياخدهم في المناظر الطبيعيه ويفرجهم، وبعدين يرجع يقول له اشتغل على دروس عمليه، اعمل تكوين اعمل تكوين. فكانوا بيبدعوا. فكنت باخد تقريبا معظم اولادنا حتى خد مدرسه احد. زمان كنا في مدارس الاحد لما نحكي القصه
ندي لل صورة مكتبة المحبة، مكتبة المحبة مخططة، بعدين هو يلونها. بعد كده لما فهمنا ان احنا بنحد بنحده، بنحكي القصة دي الورقة، وحتى لو شخبط تبقى هي دي الصورة حسب امكانياته يعني. فرمسيس يوسف واصف وراء تحقيق الرؤية دي انه يحرك الانسان القدرة الابداعية بتاعته. انا هتكلم عن ازاي قدسك استفدت من هذه الخبرات في المتحف المصري القبطي اللي اقمته في مدينة أدليت. لكن قبل ما كمل الحديث مع قدسك وبداية الخدمة في القارة الأسترالية، خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل الحديث مع قدسك. مشاهدينا فاصل ونعود لنستكمل حديثنا مع قدس الأب الورع القمص فيلبس بغدادي، كاهن كنيسة القديسة العذراء مريم والقديس العظيم الأنبا بشوي بمدينة أدليت عاصمة جنوب أستراليا. تابعونا. هويتنا القبطية هي جذورنا وأصولنا وتاريخنا الذي يؤسس حاضرنا ومستقبلنا، ولأن من لا جذور له فلا ثمار له، لذا من الضرورة الحتمية أن يكون هناك من يهتم بغرس هذا الجانب في من هم خارج القطر المصري من الجيلين الثالث والرابع في شتى بلاد المهجر. وهنا كان دور هذا الراعي الجليل جناب الأب الورع القمص فيلبس بغدادي داخل القارة الأسترالية، وبالتحديد في مدينة أدليت عاصمة جنوب أستراليا. فدعونا نلقي مزيدا من الضوء عن قرب على هذا الدور. مشاهدينا ورجعنا لكم بعد الفاصل، وما زال حديثي مستمر مع أبي المحبوب قدس أبونا فيلبس بغدادي. قدس أبونا فيلبس، قبل الزيارة الأولى التاريخية لقداسة البابا شنودة الثالث لأستراليا سنة 89 وبالتحديد في سبتمبر، كان في وصول قدسك لأستراليا وخدمت في كنيسة القديس ماري مرقس في حي أنكليف مع قدس أبونا موسى السورياني أو نيافة الحبر الجليل الأنبا أثناسيوس ربنا يناح نفسه. كان في أيضا وصول قدس أبونا بشو يسا لكنيسة أبو سيفين، وقدس أبونا تدرس سمعان لكنيسة القديسين العظيمين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا. منذ الوهلة الأولى للوصول إلى أستراليا، ما هو انطباعك عن الخدمة في أستراليا وبداية خدمتك في كنيسة القديس ماري مرقس؟ لأن بعد كده قدسك انتقلت لمركز البابا شنودة الثالث أو كنيسة الأنبا إبراهام الواقعة في داخل مركز البابا شنودة في منطقة ماكواري فيلد. أنا تقابلت مع نيافة الأنبا أنجيلوس ونيافة الأنبا سوريال قبل رهبانتهم، والحقيقة الشباب هنا كان شباب مجتهد ونشط جدا. الحقيقة أول ما جيت حسيت بأنه الكنيسة هنا متمسكة بالاستلامات من مصر أكثر من العايشين في مصر نفسهم. طبعا خوفا من ان حاجه تضيع، لكن هذا التمسك كان نافع جدا. الحاجه اللافت نظري الايجابيه انه مدارس لاحد والخدمه والكنيسه ماشيه كويس جدا جدا، لكن كان في بعد سلبي في نظري ان يعني بعض الاحباء هنا شجعوني ننسى اللغه العربيه، وانا كنت ضد دي، لأنه اللغة العربية هي وسيلة التواصل مع خالي وعمي وجدي وجدتي الجيل الأول. فمعنى أنك تلغيها من دلوقتي بإرادتي وبإيدي منتهى الخطورة، هتاخد لها جيل اثنين ثلاثة، طب بالراحة عليها يعني. فدي حاجة تلفت نظري. وبعدين لما رحت خدمت في مكواري كان في فرصة أكتر للانفتاح على شباب سيدني كله بالأنشطة الموجودة، المساحة الكبيرة بتاعت مكواري.
ارتبطت كتير بكتير من الشباب وبالاباء الكهنه كلهم، وكانت فتره جميله جدا جدا يعني. وتسوونا في لوبوس بعد خدمه مثمره استمرت 4 سنين في مدينه سيدني، انتدبت للخدمه في مدينه اداليت او عاصمه جنوب استراليا. يمكن قدسك على مدار هذه السنوات الطويلة قدرت تبقى سفير لمصر والكنيسة القبطية. منذ بداية خدمتك عام 1993 وحتى الآن خدمتك مثمرة، سنة 2008 افتتحت متحف مصري قبطي بالتزامن مع احتفال مصر بمرور 100 عام على إنشاء المتحف القبطي. بعد 4 سنوات من افتتاح المتحف المصري القبطي افتتحت متحف خاص بالأطفال لذرع الهوية القبطية والمصرية. الحقيقة أنا شايف أن الحكومة المصرية مش ممكن كانت تقدر تفكر إنها تقيم متحف مصري للتعريف بالحضارة المصرية والقبطية زي ما قدسك عملته داخل أسوار كنيسة أمنا العذراء والأنبا بشوي في مدينة أداليت. عايز أسأل قدسك قبل ما نتطرق للخدمة في مدينة أداليت وافتتاح المتحف، يمكن عايز أقول للسادة المشاهدين إن قدسك افتتحت المتحف المصري القبطي بعد وجودك في مدينة أداليت ب 15 سنة. الخدمة بدأت 93، قدسك فتحت أول متحف قبطي مصري عام 2008، يعني تقريبا 15 سنة. كلمنا عن الخدمة في أداليت والتحديات اللي قابلت قدسك. يمكن خدم في مدينة أداليت آباء كهنة كتير قبل وصول قدسك لأداليت، اللي الخدمة استقرت بوصولك لمدينة أداليت. أول حاجة ما نقدرش ننسى تعب الأباء اللي خدموا في أداليت، سواء كان بيجوا كل شهر أو 2 أو 3. أبونا حنانيا الأنبا بشوي اللي هو أنبا أشعيا، نيافة الأنبا أشعيا، أبونا تدرس يعقوب، أبونا فيكتور، أبونا مينا ميخائيل، الأباء دول كلهم. وبعدين بعد كده كان في أبونا مينا كامل ديوسقورس قدس أبونا، أقام فترة كبيرة هناك. أبونا أبوليدي السرياني، وبعدين قدس أبونا دانيال الأنطوني أنبا دانيال أسقف دير أنبا شنودة. وبعدين عند يناير 93 تبادلنا، هو استلم المركز القبطي بتاع البابا شنودة في سيدني وأنا رحت أداليت. وهو قدمني الحقيقة تقدمة لطيفة جدا جدا هناك. دي نقطة. النقطة الثانية، الشعب نفسه اللي كان موجود 50 عيلة أو أكتر، خميرة جيدة جدا جدا من الوداعة والحب. يعني كنت أول مرة أخش كنيسة ألاقي الشماس قبلي ومرتب كل حاجة، دكتور جورج تدرس، الدكتور سمير ميخائيل وعم سعد اندراوس ودكتور نبيه جرجس، كل الأحباء دول بيوتهم كانت مفتوحة لأي حد. تقريبا كل عيلة كانت تيجي على أداليت تطعم بالروح الأصلية اللي هناك. باتساع الخدمة في مدينة أداليت ربنا عرف احتياجنا، بعت لنا أباء على مر الأيام، وحاليا قدس أبونا أبراهام البراموسي أب وقور وشيخ جميل خالص متمتعين بأبوته، أبونا بشوي اترسم من 2 سنين معنا في العذراء، وأيضا في كنيسة ماري جرجس أبونا دوروثيوس الأنطوني، أب يعني شاب بيربط الشباب وبيأسس كنيسة. جميل. وطبعا خلفنا بقى كلنا ومعانا اخواتنا في اعضاء اللجنه والشمامسه وخدام مدرسه احد والخدمه كلها. وبعد كده كنت مجرد ما اقول حبه افكار الاقي ترحيب.
فبدأنا سنة 94 أول مشروع لل للكنيسة ككل، اسمه بناء كنيسة جديدة. فحكيت القصة وحطينا السيناريو إن الكنيسة شعبها بيكتر، إحنا محتاجين نكلم البابا شنودة ونقول له محتاجين كنيسة تانية سيدنا إذا كان ممكن. شاركت شعبك معي؟ إذا كان ممكن، ما كانش ده الاحتياج، لكن أنا كنت عايز أسلم كل الأجيال فكرة كنيسة بكل الطقس بتاعها والعقيدة بتاعتها وكله في شكل مشروع. ففعلا في 24 يناير كان المشروع خلص في شهر ونص، مجموعة تعمل اللفايف من السيدات، مجموعة ترسم الأيقونات، مجموعة تشتغل في الفخار وتعمل الكاس والصينية والحاجات اللي تستخدم، مجموعة تانية بتشتغل من شباب مع أطفال في العمارة القبطية اللي زي واحد زي بادي حبيب جورجي أو دكتور سامي صبري اللي هو كان ماسك لحد فترة قريبة معهد الدراسات القبطية في مصر، المعماريين دول كلهم، أبا صموئيل أسقف شبين القناطر، كل دول أخذنا منهم. فبقى في مجموعة ترسم الكنيسة تكون شكلها إيه، مجموعة تانية لكل الأهداف الأخرى. وبعدين اتفقنا على واحد هيمثل الأب الأسقف، على أن البابا هيبعت أسقف وهو هيكلم الشعب يقول لهم البابا فرحان بيكو، اختاروا لكم حد من أولادكم يبقى هو كاهن وهرسمه لكم. ففعلا الأسقف جه، عملنا له زفة، أمه والدته هي اللي عملت له كل اللبس بتاع الأسقف، عملنا له زفة، دخل الكنيسة قال لهم بابا أبونا بيرحب بيرسل البركة ليكم، وأنا مكلفني إن أنا أرسم لكم كاهن وأدشن لكم الكنيسة. في الحقيقة كانت الكنيسة 6×4 متر، المذبح وكل حاجة معمولة فيها بشغل كل الجو الكنسي. الشاب اللي ترسم أسقف كان بيدهم بزيت الميرون كأنه فعلا كان أسقف. رسم أبونا أبانوب، شاب صغير موجودة في الصورة هتلاقيها، احنا هنحط الصورة دي للسادة المشاهدين. رسم أبونا أبانوب، وبعدين أنا وقفت جنب أبونا أبانوب وهو بيعمد وساعدته في أنه يعمد إزاي ويدهم الميرون إزاي وهكذا. ودخلنا في ورطة بقى ان التقصير. الاب الاسقف هيكون موجود وانا اللي هصلي القداس، مش ممكن هينفع هو يصلي القداس. فجينا في عيد الست دميانه وقبلها بيوم قال لهم قداس البابا كلفني بان اروح مشوار مهم، فانا هسيب لكم ابونا هو اللي يصلي القداس. ففعلا في عيد الدميانه صلينا. ده كان اول مشروع الكنيسه كلها تشترك فيه. كان حلو خالص. بعد كده بقى مع الوقت كنا بنعمل كوبتيك اوبن داي، ونعمل سنة 2000 عملنا الألفية بتاعت الهروب للعيد المقدس لأرض مصر، حفرنا الدلتا ونهر النيل وعملنا مجسمات حطناها، لدرجة إن في يوم من الأيام إنه جينا في تسبحة كياك فشاب من الشبان كان عيال صغيرة كده، فقال لي أبونا إحنا مش هنروح نقول العليقة عند العليقة، لأن كان في شجرة كنا عاملينها العليقة ومعلقينها. رحنا هناك قلنا العليقة التي رأى موسى النبي في البرية. فأنت ربطت كل الحضارة بتاعتك والتراث بتاعك بالواقع الملموس، لأنه عقيدة التجسد هي أساس إيماننا المسيحي. فكل شيء الله الذي لا نراه تجسد صار ملموسا. فأنا من هنا حبيت أكد أكتر على أنه المفاهيم والعقائد بتاعتنا تترجم إلى وسائل ملموسة للأجيال كلها. وابتدينا بقى نفكر في المتحف القبطي. الحقيقة أنا شايف البانفليت اللي موجود اللي أنا ماسكه ده، الحقيقة أوتسك اخترت كلمة جميلة، نو روتس نو فروتس، يعني اللي بلا جذور بيبقى بلا ثمار. وأنا شايف أن المتحف ما بيزورهش بس شعب كنيستك، لكن ده كل طلبة المدارس اللي موجودين في مدينة أدليت بييجوا. ما اكتفتش ان قدسك تقيم يوم مفتوح علشان خاطر يبقى مجرد أكل مصري بس، لكن لا، ده قدسك حطيت مصر
الفرعونية ومصر القبطية، وبالتالي الشعب الأسترالي اللي عايش في مدينة أدليد بيتعرف على حضارتنا المصرية والقبطية، وأكيد ده بيكون في تشجيع لزيارة مصر. كلمنا عن المتحف وإيه اللي بيشوفه زائر هذا المتحف. المتحف كان ممكن يتعمل بره الكنيسة، يعني الحقيقة الزوار وهم داخلين على المتحف بيعدوا على الكنيسة الأول، وطبعا الزوار من المجتمع الأسترالي كله فبيتسألوا، لو حطيته بره يبقى ملوش علاقة بالكنيسة، لكن لما تحطه يعدي على الكنيسة بعد يخش جوه ويرجع للكنيسة تتشرح له، فيبقى هو ربط مصر القديمة مصر القبطية بأقباط الأسترالي. فدي لوحدها كانت تحقيق لجوهر مهم جدا. بعد كده فكرنا قلنا ايه، نعمل مقدمة، المراحل الثلاثة بتاعت المتحف، المقدمة البدايات البيجينينج، وبعدين ما قبل الميلاد وما بعد الميلاد، وعملنا ديزاين بسيط خالص استوحيناه من أوربان القبطية. مربع يمثل البداية ومصر القديمة بتايم لاين، تاريخ يبدأ من عند تسلسل زمني 3100 قبل الميلاد، الملك مينا موحد القطرين، والتسلسل التاريخ المدني والتاريخ الكتابي الكتاب المقدس، يعني إبراهيم أبو الآباء وهكذا. وكنا بمنتهى البساطة التايم لاين ده بيجاوب على تساؤلات كتير في رأس الناس، يعني مين اللي بنى الأهرامات؟ إبراهيم أبو الآباء جه بعد بناء الأهرامات ب 500 سنة 600 سنة، فيبقى اللي بنى الأهرامات المصري، وهكذا إجابة على أسئلة كتير خالص. موسى النبي 1450 أو أخيناتون 1300 وي، فدي شوية إجابات. فالبداية مربع في البدايات ثم ما قبل الميلاد، وبعدين دايرة تخش منها على مصر القبطية على الفترة اللي هي الميلادية اللي فيها الدخول على المقدس أرض مصر، ده البداية بتاعتها بقى. وبعدين جوه في بانل من القرن الأول الميلادي، الثاني الميلادي، الثالث الميلادي، السابع، العاشر، وكذا، وحطينا في كل قرن من القرون ديت التاريخ بتاعه وأهم الأحداث بتاعته، وفي القلب كله كل الموضوع ده أوربانا. جميل. اللي هي بتجمع الكل. والحقيقة اللي بيشرح المتحف دائما دائما 7-8 شبان بنبدأ نستلمهم من إعدادي، نحفظهم الأساسيات يفهموها شوية ويخشوا يشرحوا، يكبروا لحد جامعة، وعلى آخر جامعة كده يكونوا كونوا جيل بعد وجيل بعد وجيل بعد ومستمر بتسلم على طول. اللي بيلفت نظر أي زائر لينا إن المتحف القبطي ليس ما يرونه ولكن الشباب بالحماسة بتاعتهم، لأنه بيشوفوا شاب مقتنع بأصوله، فرحان بيها، متقبلها، سعيد بيها، فخور بيها. Thank you.
حقيقة أنا عايز أهني قدسك على روح القيادة اللي قدسك بتديها للشباب. يمكن آلاف الأسترال بيزوروا المعرض أو المتحف القبطي والمتحف المصري، وبيزوروا أيضا الكنيسة القبطية ويتعرفوا على تاريخها وعراقتها. البنفلت اللي قدسك صممته عبارة عن حياة مصر الفرعونية وتاريخ تاريخ عريق وتاريخ كلنا بنفتخر بيه، الشباب المصري اللي بيوري الحضارة المصرية للأسترال بيكونوا فخورين بجذورهم. زي ما قدسك قلت ان ناس بلا او جيل بلا جذور هو هيكون جيل بلا ثمار. No roots, no fruits. وتسابونا في لوبوس، يمكن فكرة وجود متحف متنقل كانت داخل أذهان قدسك وداخل قلبك، والفكرة ما تمتش لأني تم تصميم متحف في أوتوبيس أو في حافلة طولها حوالي 2.3 متر، وقوانين المرور في مدينة أدليت لم تسمح بالتجول في الشوارع لحافلة أكثر من 2.1 متر. هل الفكرة دي موجودة داخل ذهن قدسك؟ يمكن زي ما عرض على قدسك الأستاذ عاطف فكرة المتحف المتنقل، المدارس والجامعات بتيجي داخل الكنيسة لكن في ناس بتكسل وما بتجيش. هل في فكر وذهن قدسك ان يكون هناك متحف قبطي مصري فرعوني متنقل يتجول بين ربوع انحاء القارة الاسترالية؟ وامكانيات الكنيسة في أدليد غير امكانيات الكنيسة في اماكن كثيرة زي سيدني وملبورن. يعني لو في المستقبل كنيسة تتبنى أو البروشية تتبنى في أي حتة على مستوى كنائس المهجر، المشاريع دي يبقى في تكامل في الرعاية من جهة الكنيسة. فإحنا المتحف القبطي المستقر ده موجود بالمكونات بتاعته، لكن زي ما حضرتك ذكرت إنه مش كل الناس تقدر تيجي. فإحنا عملنا دراسة إنه كل منطقة صغيرة، كل تاون صغيرة، الفيستيفال العيد بتاع المدينة أو القرية بنعرفه، وابتدينا نخطط على إننا نزورهم في الأسبوع بتاع الاحتفالات بتاعت المدينة دي، نزور المدارس في خلال أيام الأسبوع، وفي العطلة الأسبوعية يبقى في قلب المدينة. وفعلا عندنا بدائل يعني موجودة من مواد العرض وحاجات زي كده وجهزناها، وكنا بقى نشتري أوتوبيس، لقينا الأوتوبيس بعد ما كنا خلاص عرفنا نشتريه لقينا غيروا القانون من 2.3 إلى 2.1، ما قدرش يلف في الجبال وفي الحاجات دي كلها، فالفكرة وقفت. لكن دي كانت تعمل أوتريتش توصل لأي حد. الحقيقة أعتقد من خلال برنامجي المتواضع أغاب أستراليا نقدر نعرض الموضوع لكل الإبرشيات اللي موجودة في القارة الأسترالية، ويكون في تعاون لنقل هذا الفكر، وده يمكن واجب الإعلام القبطي للتعريف باللي موجود في الولايات التانية. احنا عندنا في ولاية نيو ساوث ويلز يمكن مصر الفرعونية والطلاب بتوع الثانوية العامة بيدرسوا Ancient Egypt، وأكيد موجودة في فيكتوريا وكل الولايات موجودة، فدي هتسهل عليهم عملية البحث والدراسة، وأعتقد أنهم هيلاقوا مثال عملي قدامهم لمصر القبطية والفرعونية. قدسك اهتمامك بالطفل والجيلين الثالث والرابع ما كانش غايب عن ذهنك، وافتتحت متحف للطفل المصري.
القبطي. افتتحته عام 2012، واحنا شايفين الأولاد كلهم الحقيقة فرحانين بهذا التصميم. مش بس كده، ده انت قدسك عملت مجموعة كروتة بتعرفهم بالحضارة والثقافة المصرية، واللي كان ليهم دور في تشريف مصر في المحافل الدولية. شايفين البروفيسور الدكتور مجدي يعقوب، شايفين الدكتور آيزاك فانوس. يعني قدسك ما سبتش مجال من المجالات إلا وعرفت الجيلين الثالث والرابع، وده الحقيقة اللي احنا بنعمله كبرنامج شخصيات مضيئة. برنامج شخصيات مضيئة اللي بيتعرض على شاشات قناة أغابي بيوري قصة نجاح المصريين اللي جم هنا في أستراليا وأثبتوا نجاحاتهم وشرفوا مصر. ياريت قدسك في عجالة تقول لنا إزاي الطفل المصري الموجود في مدينة أدليت بيتعرف على حضارة مصر. شايفين إحنا المدن السيتيز، الإيجيبتولوجيست، شايفين الموسيقى الفرعونية، شايفين الأسرار الكنيسة، شايفين الشخصيات المضيئة اللي موجودة في مصر، شايفين الطب بالأعشاب وإزاي المصريين كانوا بيعالجوا حالات كتير بالأعشاب. ياريت تقول لنا قدسك إزاي الطفل في مدينة أدليت، سواء الطفل المصري القبطي أو الطفل الغربي، اللي قدر يتعرف على كل هذه المعلومات عن مصر القديمة والحديثة. شكرا جزيلا. بعد ما ربنا وفقنا في المتحف القبطي الكوبتيك جاليري، فكرنا في المتحف للطفل، ففكرنا بقى نعمله مش في شكل مجسمات صغيرة أو بوسترز أو كده، لا، مجسمات وفيها انتر أكشن. فعملنا الهرم المدرج 6 متر في 6 متر وسميناه أدليد ستيب بيراميد اوف ويزدم، لان احنا مش هيجي اولادنا يشوفوا المجسم وخلاص، طب ايه وظيفته ليهم؟ فوظفناه وابتدينا نجيب تايلز، كل واحد هيجي يكتب حكمه نحفرها له على التايل ونلزقها له، مكتوب فيها الحكمه واسمه وتاريخ مجيه. الشاب ده اللي هو في year 10 11 اللي جاي من المدارس او اللي جاي مع اسرته الاسترال او القبطي، بعد عده سنوات هيجي هو وزوجته واولاده ويقول لهم انا كتبت دي والحكمه ايه. فسميناه ستيب بيراميد اوف ويزدم عشان يتعرفوا على اول بناء هرمي، لدرجه لما خدنا ابروفال من الكونسل وعاملين طبعا ستيب بيراميد من غير القمه التوب دي، قالوا لنا اعملوا حسابكم انتوا واخدينه كده مش هتزودوا اكتر من كده، لانهم مش في بالهم غير الاهرامات بتاعت مصر اللي في توب. فكان مهم قوي التعريف باول مبنى زي كده، وفضناه من جوه وعاملين قصه احنا، يخشوا التانل ويخشوا الاولاد ويتقابلوا مع ماميز، يصحى يقول لهم انتوا مين، ويبتدي يكلمهم عن القيم بتاعته وهم يكلموه عن قيمهم، وشوية تفاصيل كتير خالص دي. وعملنا كمان برضو الجبل المقطم. معجزة كتير ما يعرفوهاش المجتمع الغربي. من أولادنا من سيدني هنا مهندس مراد يوسف عبد الملك، كان زميلي في مدرسة أحد، بقى يجي لنا وعملنا ديزاين يخلي كل ما تقول بالسبيتش ريكوجنيشن كيريلايسون الجبل ينتقل. الجبل ينتقل، وعملنا قصة يعني قدامها عشان تفيد المعنى اللي هاخده منها لنفسي النهاردة. ما أنا مش بتفرجه على تاريخ من غير ما تديله حاجة ليه النهاردة، سواء ابننا أو المجتمع ككل يعني. وعملنا مبنى اسمه التعليم في مصر القديم ومصر القبطية، حطينا شخصيات بقى في مصر القبطية، وعالجنا حبة حاجات خاصة بالتحديات المعاصرة في مجتمعنا، في حجرة للأسرة، وفي
حجرة للغة وتطور اللغة من مصر القديم إلى اللغة القبطية. عمل البابايرس بتعلم أولادك، زارعين بابايرس وبنعلم أولادنا يعملوا البابايرس إزاي، الورق وهكذا، كلها تتشات صغيرة خالص. زرعت ورق البردي؟ زرعت ورق البردي، أخذناه من البوتانيك جاردن بتاع أدليد وزرعناه كذا مرة يعني، وموجود دلوقتي. فكل الأفكار دي، الجزء التعليم في مصر القبطية شخصيات، بتبدأ بإسكندرية ككلام عام، وبعدين تخش على أول وحدة دي موسى الضرير، عشان نقول لأولادنا كلهم إنه اللي فقد البصر ما يقسي، كمل وتعلم كتير قوي قوي قوي، وبعدين يتعلم ماتيماتكس والفن، وتعلم البتاع زي ما قبل برايل، وبعدين وصل هو بقى عميد كلية اللاهوت. يعني المتدين مش جاهل، ما انت بتدي رسالة. بعدين دخلنا على القديسة فيرينا، انها اللي علمت سويسرا البيرسون هايجين والنظافة وازاي ترتب مائدة، وكلها بقى فيها قصة بتتسمع ورسالة روحية، قصة بتتسمع وكلام مكتوب وحاجة ممكن تعملها بإيدك. وبعدين دخلنا على كيرلس الرابع، دخلنا على الفن القبطي في البورتريه بتاع الفيوم، دخلنا على حبيب جرجس، ودخلنا بقى على الشخص الجميل الحديث الغالي رمزي. طبعا دخلنا على البابا شنودة بعد حبيب جرجس على طول، وبعدين دخلنا على الشخص الغالي بقى بتاعنا اللي في أستراليا اللي هو رمزي مشرقي. مش عارف حضرتك تعرفه ولا لا؟ اكيد مشرقي طبعا، كان عايش في سيدني، وبعدين عارفه جاي فتره في اديليد، وبعدين راح ملبورن. الحقيقه المكتبه بتاعه التراث بتاعه الكنيسه عندنا جزء كبير جدا حاجته، الحاجات اللي في كوبت الجاليري كتير، وجه اخناتون هو اللي عامله، وانواع من الريبليكا كانك لسه مطلعها من الحفريات. ف دي كلها يعني مشت معانا، كلها شخصيات بنتقبل معاها وبتحكي لنا عن نفسها. وتسابونا في لوبس، قبل المدارس ما بتيجي تزور المتحف والكنيسة، قدسك بتبعت لهم باكيج لكل طالب وكل طفل وكل شاب بيجي يزور المتحف والكنيسة. ياريت قدسك تضعنا في أجواء ايه اللي موجود في الباكيج، وازاي الطفل والطالب بيجوا يعملوا زيارة للمتحف القبطي والمتحف المصري والكنيسة، وبتكون هناك ايضا ورش عمل بيزوروا فيها الاثار المصرية. لابد كان لنا من سيناريو نحطه للزيارة. لما كان المتحف بس كوبت الجاليري كان بيجي 90 تلميذ من مدرسة، يخشوا نقسمهم 20-20، يخشوا في زيارة واحدة في تور جوه المتحف القبطي. لكن بعد ما عملنا مجسمات في أماكن مختلفة حطيناها في سيناريو لطيف خالص. هذا السيناريو بيجي لنا 60 تلميذ من المدرسة، نقسمهم 5-5، يعدوا على مطار أدليد، ركن كده اسمه مطار أدليد، ياخد على الباسبور بتاعه الخمسة دول تور معين، روت معين غير كل مجموعة، يعدوا على 6 أماكن مواقع، كل موقع من دول بيعملوا نوع من التعليق عليه في الباسبور ده بياخده، وبعدين بيرجع لنا آخر حاجة يخش على الوركشوب يعمل أي حاجة عشان ياخدها معاه. والحاجة دي لقطناها من المتحف الإنجليزي بريتش ميوزيوم، إن هو في آخر زيارة الزائر يعملوا الوركشوب ويخلوه يعمل حاجة ياخدها معاه، وفي نفس الوقت الحاجة اللي بيعملها اللي هو اختارها يقدر ياخدوا منها علامة، ايه الحتة اللي لفتت نظره اللي يقدروا يشتغلوا عليها اكتر. فاحنا بنتعلم من كل، احنا مروحناش متاحف ولا حاجة، احنا بنتعلم من اللي بنشوفه قصاد عينينا. فكل خمسة بيعملوا تور بيسموها اوزي ديجر، يروح الأماكن يكتشفوها يعلقوا عليها يكتبوا عنها وهكذا، فبالتالي بيلفوا على المتحف الطفل ومتحف القبطي والكنيسة كرحلة، وبنحاول نخليها تكون قصة، لأن دلوقتي المتاحف بقت تعرض بطريقة مختلفة خالص يعني جميلة. وبنقدم بقى الإيمان المسيحي بتاعنا،
لان ده جزء من التراث اللي هو الحقبه القبطيه دي كلها. انا شايف انهم بيعملوا كمان حاجات بايديهم وبياخدوها معاهم، ودي بتزيد من انتمائهم. يعني شايفين الاهرامات، الكنيسه، المفتاح الفرعوني، شايفين صليب قبطي. يا ريت قدسك تقول لنا ازاي المجتمع الغربي بيتفاعل بهذه الاعمال اليدويه، وازاي بيعرفوا الحضاره المصريه والقبطيه لاصدقائهم. كل قبطي فينا النهارده مش طالع من لا شيء، طالع من امبارح. فاحنا كل شخصيه فينا مكونه من طبقات مختلفه متراكمه بتكون شخصيتي انا النهارده. فانا سالنا اولادنا، قلنا لهم خدوا صور للبيت كده وقولوا لنا ملامح الهويه بتاعتكم في البيت. فابتدينا ندرك ان انت محتاج تعمل بوستر جميل هنا، محتاج تحط لون جميل كده، محتاج تحط مفرش في التاتش القبطي وهكذا، بحيث انا لما اخش احس بالدفء القبطي. ده بيت مصري قبطي، مصري في البيت. وطبعا المجتمع الاسترالي بيفرح بالحاجات دي لانها فيها الابعاد دي كلها مختلفه. فبنعمل ورك شوب، بيتعملوا بابايروس، يعملوا الشغل زي ما حضرتك اظهرت كده، حتى الحاجات اللي بيعملوها الاطفال احنا بنوظفها بالديزاين اللي في البعد بتاعنا المسيح القبطي يعني. جميل. وهكذا. ف يعني فكره ماشيه، عايزه جهد شديد خالص، لها تاريخ ازاي احنا وصلنا اننا نقدم الحاجه دي للاطفال. قسمنا الشباب مجموعه بتفهم في كاركتيرستيك اوف ايج جروب، سمات السن اللي هيجي يزورنا، قسمنا مجموعه بتفهم في التراث المصري، مجموعه التراث القبطي، مجموعه فنيين، مجموعه بتوع قانون عشان اللي هيزورك في عنده ممكن يكون عنده ديسابيليتي، ممكن اللي يزورك كل لعبه من دول عايز اضمن انها تكون سيف. جميل. ففي ابعاد مختلفه كده كلها بتنضج، ماشيين شويه ببطء لاننا العدد قليل والوعي برضو محتاج شغل كتير. الحقيقة بهني قدسك يا ابونا فلوبوس، أنا متأكد أن الحكومة المصرية وعلى رأسها طبعا الرئيس والوزراء ووزيرة الهجرة السيدة نبيلة مكرم ووزارة السياحة شاكرين جدا لمجهودات قدسك الجميلة للتعريف بالحضارة المصرية والقبطية، وأعتقد دي بتشوق الجيلين الثالث والرابع ليس من المصريين فقط بل أيضا من الشعب الأسترالي. يمكن الطالب أو الشاب الأسترالي اللي بيزور المتحف المصري القبطي
في كنيسة العذراء والأنبا بشوي في مدينة أدليت بيبقى متشوق إنه يشوف الأهرامات في الجيزة ويشوف المتاحف ويشوف الأديرة القبطية والكنائس القبطية وأيضا كل ما شاهدوه في داخل أسوار الكنيسة. قبل ما أنهي الحديث الممتع مع قدسك، شايف اهتمام قدسك بالاهتمام باللغة العربية، لأن الاهتمام باللغة العربية هو اهتمام بالهوية. عايز أسأل قدسك عن أحلامك للخمسين سنة اللي جاية للكنيسة والمصريين في أستراليا، ونصيحة قدسك للأباء والأمهات للجيلين الثالث والرابع. أنا بشجع جدا جدا فكرة تكوين متحف في كل ولاية بالإمكانيات بتاع الولاية بتاع شعبها، لأن إحنا العمل ده كله فكرة زي مدل صغير متواضع، الفكرة موجودة لكن اللي يتبناها على مستوى اللي يقدر يظهر بشكل مؤثر ده محتاجينها. أنا فاكر كان في متحف صغير معمول اسمه متحف الخليقة كرييشن ميوزيوم، اتعمل عشان واحد عالم بنته ألحدت، فهو عمل جاب اتوبيس وعمل لها حبة اختبارات كده يعني عشان يوصل لها الرسالة، يوصل لها الرسالة، نجحت بتجيب صحابها. بعد كده عمل كرييشن ميوزيوم صغير في كوينزلاند، التقطوا واحد من انديانا بوليس في الولايات المتحدة وعمل متحف ضخم جدا جدا بكم مليون لفكرة الخلق. جميل. فاحنا الفكرة بتاعت أدليد فكرة بسيطة خالص، صغيرة خالص على قدنا، لكن فكرة محتاجة اللي يقتنع بيها ويتفهمها يستلمها ويخش بكل الأبعاد، لأن الإنسان ككل محتاج للموسيقى، محتاج للفنون، محتاج للعقيدة والإيمان والأخلاقيات وكل حاجة. هي وأنا بؤمن بكلمة العلامة أوريجانوس، التعدد في وحدة في حالة المحبة، يعني إحنا محتاجين الناس تشتغل مع بعضها بحب عشان تعمل عمل مثمر، لأن الوجود كله متعدد ولكن بتربطه وحدة واحدة زي الشجرة وزي كل الوجود الحقيقة. يعني العمارة القبطية، اللغة العربية، اللغة القبطية، اللغة الهيروغليفية، احنا بدأنا في اللغة الهيروغليفية. أنا كنت هسأل قدسك يعني بهنيك على أنك بدأت تدرس اللغة الهيروغليفية. بنتعلم كلنا الحقيقة، بنتعلم لأنه عندنا حد إيجيبتولوجيست موجود واحد أو اثنين وبنحاول نستفيد منه، لكن الكل مش متفرغ. لكن لو عايز تعمل حاجة زي في الولاية تقدر تعمل شغل كويس قوي 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 وتديله دفعة كويسة. بالنسبة بقى لكنيستنا، احنا مركزين على من خلال كل اللي بتعمل ده على فهم إيماننا بالنسبة للإنسان المسيحي، على فهم إيمانه المسيحي بشكل أكثر وضوحا، لأنه التجسد هو الملهم للتعامل مع يعني المفاهيم الكثيرة، لما تتجسد تبقى أكثر وضوحا. بعد كل هذه الأفكار الجميلة اللي بتربط الجيلين الثالث والرابع بالكنيسة والوطن، ما هي مشاريع قدسك المستقبلية؟ بنعمة ربنا في اشتياق ان ربنا يعني يزيل الموضوع بتاع الكورونا من العالم. ففي شهر مايو الماضي 2020 كان في كوبتولوجيكال كونفرنس كنا داعين فيه ببركة سيدنا البابا وأنبا مارتيروس. أنبا مارتيروس يجي لنا يزورنا في أدليد، ودكتور أشرف صادق اللي هو الكوبتولوجيست وإيجيبتولوجيست اللي بيطلعوا مجلة الموند كوبت يزورنا، ويبقى في مؤتمر جميل خاص بالقبطيات والمصريات وكده. ففي أمل في شهر 11 يا رب ربنا سمح الدنيا تتحسن يعني. بصلوات قدسك. أتسابونا في لب السعيد جدا أن نلتقي بقدسك، وفرحانين أن احنا نسمع عن نشاطات كنيسة
أمنا العذراء والقديس العظيم الأنبا بشوي في مدينة أدليت، فرحانين بأبوتك، ما ننساش أبوتك الغالية والحانية للأباء الكهنة اللي بيخدمونا في مدينة سيدني، يمكن في مقدمتهم قدس أبونا يعقوب مجدي اللي الحقيقة بيكون لقدسك كل احترام وتقدير، ومش ممكن ينسى أبوتك الحانية لي واحتضانك لقدسه. بنتمنى أن كل هذه المجهودات اللي قدسك بتقوم بيها من أجل خدمة الكنيسة وخدمة الوطن تأتي بالثمار الجيد 30 و60 و100، واذكرني في صلواتك. أنا شاكر على الفرصة السعيدة دي، وبحب أختمها بكلمة ربنا يسوع المسيح اللي كل واحد له دعوة: ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وأقامتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم. كلمة الأنبا بيمن. ويدوم ثمركم. فإحنا بنشكره على أنه هو يعني ثقته في ضعفنا واستخدامه لينا وتمتعنا بأبوته الحقيقة كلنا. فأشكر محبتك وأشكر كل أسرة أغابي والأباء المسلمين. أشكرك وتسبوني. شكرا جزيلا. مشاهدينا، النهاردة كنت في لقاء مع أبي جناب الأب الورع القمص فيلبس بغدادي، كاهن كنيسة أمنا القديسة العذراء مريم والقديسة العظيمة الأنبا بشوي بمدينة أدليت عاصمة جنوب أستراليا. قدس أبونا فيلبس خدم بيننا في مدينة سيدني منذ عام 1989 وحتى عام 1993. تمتعنا خلال هذه السنوات بأبوته الحانية. قدس أبونا فيلبس تتلمذ على يديه الكثير من الأباء الكهنة الذين يخدموننا في مدينة سيدني، لعل في مقدمتهم قدس الأب الورع القمص يعقوب مجدي، كاهن كنيسة القديس ماري مرقس في حي أنكليف. وكما رأينا من خلال حديثنا مع قدس أبونا فيلبس كم كانت له العديد من المشروعات التي ربطت الجيلين الثالث والرابع بالوطن الأم مصر وكنيستنا القبطية الأرثوذكسية العريقة. بنشكر متابعتكم لهذه الحلقة من أغابي أستراليا، وعلى أمل اللقاء بحضراتكم في حلقات قادمة. أجمل الأمنيات من فريق العمل، وإلى اللقاء.